انتهى منذ لحظات مباراة النادي الأهلي ومصر المقاصة. حقيقة ماتش عجيب قوي، ماتش عجيب جدا. فريق المقاصة حسسنا ان هو ريال مدريد في المباراة دي، ما عملش اي هجمات خطر حقيقي. لكن في نهاية احداث المباراة طبعا الأهلي يعني في بداية المباراة هجوم ضاغط جدا على المقاصة، لكنها لم تصفر عن فرص مؤكدة غير يمكن فرصة أليو ديانج، بس هي دي اللي كانت خطيرة. هجمة عنترية من وسط الملعب طلع بيها سددها خرجت بره المرمى تماما. محاولات من مروان محسن على قدها كده. الماتش طبعا هجوم كاسح، فريق المقاصة بيدافع من الثانية الأولى حتى الثانية يعني قبل الأخيرة من المباراة، تحديدا في الدقيقة 74 قدر النادي الأهلي بعد التعديلات اللي عملها فايلر بنزول وليد سليمان وواجل أردو عدل الأوضاع، ابتدى أحمد فتحي يرجع تاني ناحية اليمين، ابتدى بقى الهجمات، سيل هجمات من مجدي أفشة ومن جلاردو اللي نزل ومن وليد سليمان، حتى أن فرصة كده عرضية بيعملها اللاعب جلاردو جت في إيد المدافع اتحسبت ركلة جزاء، قدر معلول يدخلها في الدقيقة 74. بعد كده اجتهد مجدي قفشه فرصه صدها الحارس طلعها ركنيه، الفرصه اللي بعدها في الدقيقه 80 قدر مجدي قفشه ان هو يزود حصيله اهداف النادي الاهلي للهدف الثاني. جت بعد كده في الدقيقه حوالي 84 كره خدها ميدو جابر بايده وعلى الارض، الحكم الاول حسبها ركله جزاء، ولما رجع لحكم الرايه قال له لا ده لمسها بايده الاول، وركله حره للنادي الاهلي ولغى احتساب ضربة الجزاء عشان ينتهي المباراة 2-0 النادي الأهلي، وما زال الانتصارات متوالية في الدوري المصري.